مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار كورونا التي نرصد فيها آخر تطورات الوباء، انتشاره وتداعياته وما يثار حوله من تساؤلات وإشاعات ومخاوف. نبدأ بالعناوين. الإصابات تلامس 3 ملايين والوفيات تتخطى 200 ألف، وكندا توقف 1 مليون جهاز تنفس صيني لعدم صلاحيتها. بعد شهر من الخلافات والمناكفات والانقسامات، مجلس الأمن يتحرك لمواجهة الوباء. إيطاليا تنتظر قرارا مصيريا نهاية الأسبوع، وإسبانيا ستكشف عن خطة للخروج من الإغلاق. في باكستان الأطباء يضربون عن الطعام لنقص معدات الوقاية، وفي إيران الفقر والفجوة الرقمية يجعلان التعليم عن بعد مستحيلا. دراسة لجامعة سنغافورية تتوقع تواريخ انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية وغربية. السعودية تعلن عن رفع منع التجول جزئيا ابتداء من اليوم، والجزائر تتخذ خطوات لتخفيف القيود. الإمارات تكسر حاجز 1 مليون فحص لفيروس كورونا، ودبي تطلق وحدة متنقلة لإجراء الفحوص. في سوريا الصحة العالمية تخصص 35 مليون دولار للتصدي لكورونا في مناطق شمال غربي سوريا. مخرج ولاجئ سوري يتحول لعامل نظافة في مستشفى بريطاني لمواجهة كورونا. في التداعيات الاقتصادية 48% خسائر شركة أبل في أمريكا نتيجة كورونا. رياضيا الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على موعد قريب للاستئناف. وفي نهفات كورونا الشرطة الهندية تمازح أشخاصا خالفوا الحجر بوضعهم مع شخص مصاب. نبدأ مشاهدينا باستعراض آخر الإحصاءات حول انتشار فيروس كورونا حول العالم وعدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في كل بلد. العدد الإجمالي للإصابات حول العالم بلغ 2,917,770، أما الحالات التي شفيت فقد وصلت إلى 831,660، والوفيات حول العالم وصلت إلى 203,945. في ترتيب أعلى 10 دول بالإصابات حول العالم، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة بعدد إصابات بلغ 960,896، وعدد وفيات بلغ 54,265. إسبانيا ثانيا بالترتيب بعدد إصابات بلغ 207,634، ووفيات بلغ 22,900 وحالتي وفاة. في إيطاليا ثالثا عدد الإصابات 195,351، أما عدد الوفيات فقد وصل إلى 26,384. فرنسا تاليا بعدد إصابات 161,488، والوفيات 22,614. ألمانيا تاليا بعدد إصابات بلغ 156,571، ووفيات بلغت 5,902. بريطانيا تاليا بعدد إصابات 148,377، وعدد وفيات وصل إلى 20,319. تركيا تاليا بعدد إصابات 107,773، وعدد وفيات 2,706. أما إيران فقد وصلت فيها أعداد الإصابات إلى 89,328، أما عدد الوفيات فقد وصلت إلى 5,650 وفق الإحصاءات الرسمية. في الصين عدد الإصابات 82,819، والوفيات 4,642. أما في
روسيا فقد وصلت أعداد الإصابات إلى 74,588 وعدد الوفيات 681 وفق الإحصاءات الرسمية. أعلنت كندا أن حوالي 1,000,000 جهاز تنفس من طراز KN95 تم الحصول عليها من الصين قد فشلت في الوفاء بالمعايير الفيدرالية لاستخدامها من قبل المهنيين الصحيين في الخطوط الأمامية، ولم تقم الحكومة الفيدرالية بتوزيع الأقنعة على المقاطعات التي تحتاجها لأنها غير صالحة وفقا لما ذكره إيريك موريست المتحدث باسم وكالة الصحة العامة الكندية. ويشكل فشل أجهزة التنفس هذه في تلبية المتطلبات الكندية يشكل تحديا آخر للبلاد في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية وسط منافسة عالمية شرسة على المعدات. وتعد KN95 نموذجا صينيا مماثل N95 وهو نوع حاسم من معدات الحماية الشخصية المستخدمة لحماية الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين في مكافحة فيروس كورونا. يتجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إلى تبني أول مشروع قرار بشأن فيروس كورونا الذي حصد حياة أكثر من 200,000 شخص حول العالم بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. بعد شهور على تفشي أزمة كورونا، وبعد أن لامست أعداد المصابين عتبة 3 ملايين، وبعد كل الخلافات والمناكفات والانقسامات والحساسيات بين الدول الكبرى، وبعد أن تمت عرقلة اجتماع أعضاء مجلس الأمن لعدة مرات، يتداعى اليوم مجلس الأمن لعقد جلسة حول الفيروس، وتشير الأنباء إلى أن الأعضاء توافقوا أخيراً على مشروع قرار تقدمت به كل من تونس وفرنسا بشكل مشترك. ويدعو مشروع القرار المشترك إلى تعزيز التنسيق بين الدول كافة ووقف الأعمال العدائية وإلى هدنة إنسانية في البلدان التي تشهد نزاعات. ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعددا كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة للفيروس. ومن المرجح أن يخضع النص المشترك لتعديلات عدة قبل طرحه للتصويت في موعد لم يحدد حتى الآن. وكان غوتيريش قد دعا إلى وضع التجاذبات والخلافات السياسية جانبا في المعركة مع الفيروس والعمل على توفير لقاح آمن وفعال ومنخفض التكلفة يكون لفائدة الجميع دون استثناء. تصاعدت الانتقادات للحكومة البريطانية بسبب أسلوب تعاملها مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد مع زيادة إجمالي عدد الوفيات في البلاد. وبريطانيا تحتوي على خامس أغلى عدد رسمي لوفيات كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. إيطاليا بدورها تنتظر قرارا مصيريا في نهاية هذا الأسبوع بشأن اختيار القيود التي سترفع عندما ينتهي العمل بفترة الإغلاق الحالية يوم 3 من شهر مايو أيار المقبل. والأرجح يسمح للإيطاليين مع بداية الشهر المقبل بمغادرة منازلهم بحرية لأول مرة منذ 9 من شهر مارس آذار الماضي. وفي إسبانيا قالت الحكومة إنها ستسمح بخروج الأطفال من دون سن 14 وذلك اعتبارا من اليوم الأحد بما يصل إلى ساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف في الفترة من 9 صباحا وحتى 9 مساء على ألا يبتعدوا أكثر من 1 كيلومتر عن منازلهم. قالت وسائل إعلام إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعود لعمله بدءا من الاثنين بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا. وبحسب المصادر فإن جونسون أمضى فترة نقاهة في شيركز المقر الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين مع خطيبته الحامل كاري سيمونز بعد أن خرج من المشفى في 12 من الشهر الجاري.
ينفذ العشرات من الأطباء والممرضين الباكستانيين إضراباً عن الطعام للمطالبة بمعدات وقاية كافية للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا. ويشكو العاملون في مجال الصحة في باكستان منذ أسابيع من أن مستشفيات البلاد تعاني نقصاً في معدات الوقاية، وهو ما أدى إلى توقيف أكثر من 50 طبيباً طالبوا بإمدادات إضافية في مدينة كويتا في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت وسائل إعلام إن العاملين الصحيين في الخط الأمامي تركوا يواجهون المرض ضعفاء، وقد ثبتت إصابة أكثر من 150 عاملا طبيا بالفيروس، وقضى العديد من الأطباء والممرضين الباكستانيين بهذا الوباء. وفي إيران يعاني أكثر من ثلثي تلامذة البلاد من عدم القدرة على التعليم نتيجة انتشار فيروس كورونا وعدم قدرة سلطات البلاد على تأمين مستلزمات التعليم عن بعد نتيجة الفقر الشديد وسوء تغطية الإنترنت، فضلا عن عدم توفر تطبيقات تعليمية مناسبة للتعليم. يدخل هؤلاء الطلبة في إيران نفقا مظلما بعد تعذر حصولهم على حق التعليم عن بعد نتيجة ضعف إمكانيات بلادهم في التكنولوجيا والإنترنت والرقابة الشديدة على التطبيقات الأجنبية التي يمكن من خلالها التعليم عن بعد. السلطات الإيرانية كانت قد قررت التحول للتعليم عبر الإنترنت، إلا أن الفقر المدقع في البلاد وسوء التغطية الخاصة بالشبكة فيها أدى لفقدان أكثر من ثلثي الطلاب لإمكانية الاتصال، خصوصا وأن الحكومة الإيرانية كانت قد أطلقت تطبيق شاد الخاص بها لتعليم التلاميذ حاضرة تطبيقات أخرى مثل تليجرام وواتس أب عن التلاميذ، إلا أن التطبيق فشل في دفع عملية التعليم الإلكتروني عن بعد لأنه لم يسطح سوى لأحدث إصدارات أندرويد، وهو ما يفتقده الكثير من تلامذة إيران الذي يبلغ عددهم أكثر من 14 مليون تلميذ، في وقت أكد فيه مراقبون أن هذا التطبيق لا يعمل كما ينبغي وتتضاعف أخطاؤه في البيئة الرقمية المعقدة. ويبدو أن وزارة التعليم في إيران تحاول تحريف الأرقام التي لا تصلها الخدمة، حيث يقول وزير التعليم الإيراني إن 7% من طلاب إيران فقط لا يصلهم خدمة الأنترنت، وهي أرقام لا تتطابق مع الدراسة التي أجراها المركز الإيراني للإحصاء، والذي أكد أن نحو 72% من الإيرانيين لا يملكون اتصالا بالأنترنت. ووراء هذا الوصول غير المتكافئ إلى الإنترنت تكمن قضية الفقر، فوفقا لمركز الأبحاث في البرلمان الإيراني يعيش ما بين 40 و55% من الإيرانيين تحت خط الفقر، في حين يكلف اتصال الإنترنت واسع النطاق ما يزيد قليلا عن 9 يورو شهريا في إيران، في وقت يصل فيه الحد الأدنى للأجور لحوالي 110 يورو شهريا فقط، حيث يشكل سعر الاتصال بالإنترنت نحو 8% من الراتب الشهري. توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا في عدد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة حوالي 3 ملايين شخص ووفاة 200,000 شخص. سنغافورة المنكوبة بفيروس كورونا تبقى محط أنظار الجميع، فالعالم يترقب وينتظر أي مؤشرات لانحسار هذا الكابوس وزواله نهائياً. وفقاً للدراسة التي أظهرتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، كشفت موعد انتهاء أزمة كورونا في العديد من الدول العربية والغربية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، باستثناء الأردن ولبنان، حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة خلال الشهر الجاري، كما ستنتهي الجائحة في مصر في 20 مايو، وفي السودان في 4 من الشهر ذاته، وفي المملكة العربية السعودية ستصل لذروتها في 1 مايو وتنتهي مطلع يونيو، وفي الإمارات ستنتهي في 15 مايو، وفي البحرين في 3 يونيو، والكويت في 29 مايو. وتناولت الدراسة عددا من دول العالم مثل إيران متوقعة انتهاء الجائحة في 10 مايو، وفي تركيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا خلال شهر مايو. أما في ألمانيا تقول الدراسة إن الجائحة ستنتهي في 30 من هذا الشهر، وفي الولايات المتحدة في 9 مايو،
وكندا في 16 من مايو. معدو الدراسة اعتمدوا على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة فيروس كورونا في تلك البلدان. وفي السعودية أمر الملك سلمان بن عبد العزيز برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة ليصبح من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء ابتداء من اليوم، مع إبقاء حظر التجول الكامل في مكة المكرمة. وأعلنت السلطات السعودية في وقت سابق أمس السبت عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات جديدة. الجزائر اتخذت خطوات لتخفيف القيود المفروضة على البلاد بسبب فيروس كورونا بالسماح لبعض المتاجر باستئناف نشاطها للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي تسببت فيها الجائحة. وبحسب الأرقام الرسمية للحكومة الجزائرية فقد بلغت حالات الإصابة بكورونا 3256 حالة و419 حالة وفاة، بينما تعافى 1479 مريضا. في قطر أعلنت عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليزداد العدد الإجمالي إلى 9358 حالة، في حين شهدت البحرين 70 إصابة جديدة وتعافي 47 مريضا. في مصر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 13 وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. في الكويت تم تسجيل 278 إصابة جديدة، ليزداد العدد الإجمالي إلى 2892 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليزداد العدد الإجمالي للإصابات إلى 3889 حالة. وشهد السودان تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليزداد عدد الإصابات في البلاد إلى 213. في فلسطين قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، قالت يوم أمس السبت أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليزداد إجمالي الإصابات إلى 495 حالة. تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء حملات تعقيم وفحوصات للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، حيث تجاوزت الفحوصات التي أجرتها الإمارات 1 مليون فحص في دولة أعداد المواطنين والمقيمين فيها لا يتجاوز 10 ملايين نسمة. تتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول العربية بالإجراءات الطبية المتخذة لرصد المصابين بفيروس كورونا وحجرهم والتعرف على المخالطين للمصابين، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 1,022,000 فحص لفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الدولة. وبحسب وزير الصحة عبد الرحمن العويس، فإن حجم الفحوصات التي أجريت وراءها جهود عظيمة. تقوم الإمارات بحملة تعقيم شاملة للبلاد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وصلت الإصابات بالفيروس إلى 9813، بينما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 1883 والوفيات 71 حالة. الإجراءات الوقائية التي تتخذها الإمارات أدت إلى الكشف المبكر عن مراكز انتشار الفيروس والتعامل مع الإصابات بسرعة لمنع انتشاره. وفي سياق سعي الدولة لتطبيق إجراءات طبية متميزة، أعلنت دبي عن إطلاق وحدة الفحص المتنقلة ضمن حملة فحصك علينا. هذه المبادرة تشمل كل أفراد المجتمع، خاصة كبار السن وأصحاب الهمم ومن يتعثر عليه الوصول إلى المستشفى لإجراء الفحص، وبالتالي تجنيبهم عناء الإجراءات المتعلقة بالفحص، وأيضا تخفيف الضغط عن المستشفيات ومراكز الفحص. يذكر أن الإمارات قررت إعادة فتح المراكز التجارية وتخفيف القيود التي فرضتها قبل شهر من الآن، ولكن ضمن ضوابط أقرتها وزارة الصحة، حيث أقرت أن تعود جميع القطاعات الاقتصادية إلى العمل، ولكن بشرط أن تعمل بنسبة 30% فقط من طاقتها الاستيعابية إن كان للموظفين أو الزوار، تماشيا مع تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.
أعلنت منظمة الصحة العالمية عزمها تخصيص 35 مليون دولار ضمن برنامج مساعدة الشمال السوري في مواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما في ظل الاكتظاظ الكبير في مخيمات اللاجئين السوريين. بعد أن أعلنت مجموعة من المؤسسات الطبية العاملة في القطاع الطبي في شمال سوريا مبادرة لتأسيس فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد 19 هناك، وبعد أن حذرت منظمة الدفاع المدني السوري من كارثة حقيقية على أكثر من 4 ملايين إنسان في الشمال السوري في حال تفشي مرض كورونا، تعلن منظمة الصحة العالمية عزمها تقديم 35 مليون دولار بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد شمال غرب سوريا. المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية أكد أن المنظمة أطلقت برنامجاً شاملاً يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة على الاستجابة لخطر كورونا في 8 مناطق شمال غرب سوريا، سيشرف عليه فريق عمل مكون من 15 شخصاً، مشيرا إلى عدم جاهزية المنطقة إذ لا تتوفر فيها غرف منعزلة خاصة بمصابي كورونا، ولا أسرة في وحدات العناية المركزة، ولا معدات الحماية الشخصية، فضلا عن نقص الكوادر الطبية. فلكل 10,000 نسمة في شمال غرب سوريا لا يوجد سوى 8 كوادر طبية، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للمعيار الدولي. كيف لا ونظام أسد لم يبقي حجراً على آخر في المنطقة، وأول ما استهدفه كان المشافي والمراكز الصحية، فضلاً عن سنوات الحصار التي تسببت بتردي مستويات الصحة الجسدية لفئات واسعة نتيجة سوء التغذية وانتشار الفقر. متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قال لوكالة فرانس بريس أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد ستبدأ قريبا في محافظة إدلب، وسط خشية من أن يطال الوباء المخيمات المكتظة بالنازحين التي تشكل البيئة المثالية لانتشار الفيروس بسبب الازدحام الشديد والرطوبة العالية ونقص أدوات التعقيم وتردي الأوضاع الصحية وانعدام الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال. ترك اللاجئ السوري في بريطانيا حسان عقاد عمله بإخراج الأفلام وانضم لوحدة النظافة في مستشفى شرق لندن منضما للحرب على الوباء. وقال عقاد إنه سعيد للغاية بما يقدمه من مساعدة، وهو الذي يعمل هناك منذ 4 أسابيع على مدار 5 أيام أسبوعيا في عمل يصفه بأنه أحد أصعب التحديات التي واجهها. وقال إنه عمل مجهد، وأن تطهير كل شبر من الجناح مع ارتداء معدات للحماية الشخصية يؤدي إلى تعرقه ويتسبب بصعوبات في التنفس. تسبب تفشي فيروس كورونا في دول العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتأثير وتداعيات اقتصادية كبيرة. شركة أبل إحدى تلك الشركات التي تأثرت بهذا الفيروس. نتابع. كشفت الإحصائيات أن مبيعات شركة أبل تأثرت بنسبة 48% شهرياً، وقد أظهرت أحدث الإحصائيات من Counterpoint Research مقدار الخسارة التي تتعرض لها شركة أبل، حيث شهدت الفترة من 23 وحتى 29 من شباط بيع الشركة لما يقرب من 3 ملايين جهاز آيفون، بينما خلال الفترة من 22 وحتى 28 من آذار كانت المبيعات أقل من 1.5 مليون وحدة. ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في الإحصائيات المقبلة مع زيادة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والعزل المنزلي. أبل هي أفضل علامة تجارية للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، إلى جانب سامسونج وإلجي، حيث عانى كلا المنتجين الكوريين أيضاً من تفشي فيروس كورونا، ولكن ليس بقدر أبل. وكشفت Counterpoint Research أن 60% من جميع المتاجر الهواتف الذكية الأمريكية، بما في ذلك 75% من متاجر تي موبايل وسبرينت في جميع أنحاء البلاد، قد تم إغلاقها في الأسابيع الأربعة الماضية، كما تم إقفال متاجر أبل ليقتصر البيع على تجار التجزئة والشراء عبر الإنترنت.
تتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاستئناف الموسم المعلق منذ منتصف آذار الفائت بسبب تفشي كورونا في 8 من حزيران القادم. وأفادت مصادر صحفية أن مسؤولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن موعد لاستئناف المنافسات في ملاعب تتم الموافقة عليها. وذكرت المصادر أن مسؤولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي مشروع الاستئناف على المساهمين والشركاء، ووفق هذا المشروع ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيسمح بتواجد 400 شخص كحد أقصى في الملعب بمن فيهم اللاعبون والمدربون والإداريون. بعدما استخدمت العصا لمعاقبة مخالفي الحجر الصحي، لجأت الشرطة الهندية لحيلة وصفت بالمرعبة، حيث تضع الشرطة مخالفي الحجر في سيارة إسعاف تحتوي بداخلها شخصا يدعي أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد. نتابع. وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام نشرة أخبار كورونا، وقانا الله وإياكم شر هذا الوباء بأمان الله.